يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. تقريبا الحمد لله كومبليت سيبريشن عن الاوتونومي. فده يعني عشان انا ما اعرفش اتعملت ايه في الاجازه، ذاكرت ما ذاكرتش مش فارقه معايا كتير. هو باي ديفينيشن يعني كلمه اوتاكويت يعني اي حاجه في اي حاجه مش لاقيين لها مكان، قال لك حطها مع الاوتاكويت. يعني ايه كلمه اوتاكويت؟ يعني مواد هيتروجينس، مواد غير متجانسه، سبستنس عندها ديفرنت ستراكشر بديفرنت فارماكولوجيكال اكتيفيتي. ممكن يجمع بينهم بس ان هم بيشتغلوا في المكان اللي هيطلعوا فيه. حاجه اسمها اللوكال هرمون، تمام كده؟ هم بيشملوا ايه؟ حاولنا نصنفهم على قد ما نقدر عشان بس نقسمهم. قال لك على حسب الاستراكشر بتاعهم حاجه اسمها امين، هيستامين وسيروتونين. الايربوت الكالويد لو هنتكلم كلام بروفيشنال هي مش اوتاكويد، هي كده حاجه كده انت خدتها اظن في الفا بلوكر انا فاكر. ايوه صح. صح ولا لا؟ فيعني انت بقلمك اللطيف في علامه تعجب لطيفه كده هتريح نفسك لانها مش اوتاكويد بمعنى كلمه اوتاكويد. خلاص؟ فازو اكتف بيبتايد يعني ايه؟ يعني في حاجات وظيفتها تتحكم في البلاد فيزل، يا اما فازو كونستريكشن يا اما فازو دايلاتيشن. فازو كونستريكتور ماده من اسمها انتوا عارفينها قبل كده سمعتوها مني. انجيوتنسين. انجيو ايه؟ تنسين. ماده اسمها فازوبريسين، ماده اسمها اندوثيلين، وحاجه اسمها نيوروبيبتايد. والنبي الله يخليك ركز معايا في الحاجات الرفيعه دي. ايوه عشان اجي اقول لك اول ذا فولونج ار كونستريكتور اكسبت، اول ذا فولونج ار دايليتور اكسبت. معايا ولا لا؟ يبقى مين الكونستريكتور عندك؟ انجيوتنسين، فازوبريسين، اندوثيلين ونيوروبيبتايد. اللي انا معلم عليه السبوره هو ده اللي انا هندرسه بالتفاصيل معاك. الباقي كله جاست نيمز. الباقي جاست نيمز. معايا؟ حلو الكلام. الفاز دايليتور زي مين يا ولاد؟ فاز دايليتور. برادكالينين مشهوره قوي قوي. لكن في حاجه اسمها نكريوتيك بيبتايد سبستنس بي. فازو اكتف انتستاينال بولي بيبتايد او في اي بي الصراحه المشهور قوي. نيوروبنزين. ما فيهاش شويه فهم ولا حاجه. اجي اقول لك مين كونستريكتور من ايه؟ دايليتور. فاهمني ولا لا؟ الله يخليك ما يبقاش السؤال تافه زي ده يعطلنا انا وانت. خليني متفق معاك ان الشابتر ده اخر حاجات جايه من فادي اسيد اخدتها في البايوكيمستري. معرفش تسمع عن حاجه اسمها الايكوزانيد ولا لا؟ بروستاجلاندين ولا ليكوترايز. تمام؟ وحاجه اسمها بليتليت اجريجيشن فاكتور. سمعتوا عنه؟ ده كلام كويس. ارجع للبرزنتيشن اللي انا معلم عليه ده اللي هندرسه بالتفاصيل. استامين سيروتونين الارجوت الانجيوتنسين والفازوبرسين والبرادي ايه؟ كاينين وكمان الايكوزانايدز. خلينا نتكلم بصراحه مطلقه، انا يهمني تماما في الشابتر ده يا ولاد الادويه. بس هضطر ان انا اتكلم على الاوتاكويد شخصيا. يعني مثلا اول حاجه هتبقى ده الهستامين. الهستامين شخصيا ما يفرقش معايا، لان لما هبدا اتكلم معاك في الهستامين هفاجئك ان مفيش حاجه اسمها دواء اسمه هستامين اصلا. لكن هيفرق معايا في الانتي هستامين، يعني حاجه ولا لا؟ ده كلام كويس. طب انا عشان افهم الهستامين احب اعرف لك الهستامين. مين الهستامين؟ ده بيولوجيكال امين موجود في جسم حضراتكم، ما اعرفش سمعتوا عنه قبل كده لا. بيشغل حاجه اسمها الهستامين ريسبتورز. تعالى نتعرف عليها. كلام في منتهى السهوله في الدنيا يا ولاد. في عندك اشهر اثنين H1 وH2 في ريسبتورز ثانيه، بس انا يهمني مين اول؟ H1 موجود فين؟ قول له من قبل ما تيجوا النهارده تسمعوا ايه عن الهستامين؟ بيعمل ايه الهستامين؟ قول له كده حساسيه. بيلعب دور في الحساسيه. موافق. ايه كمان؟ فاز دايلاتيشن وبرونكو ايه؟ اسبازم. صح ولا لا؟ تقريبا انت قلت اغلب الكلام المهم في الهستامين على فكره. اول حاجه موجود فين؟ في الاندوثيليوم بتاع البلاد فيزل. بيعمل فازو ايه؟ دايلاتيشن. موجود في السموث ماسل هو بيعمل برونكو ايه؟ اسبازم وكلام من ده. موجود في البرين. موجود بوست سينابتك.
موجود في السكن. ما حدش قال لي ما هو في الاليرجي. في الاليرجي بيعمل ايه يا اولاد؟ في اسمها حاجه اسمها الايتشنج. صح ولا لا؟ هو المسؤول عنها. الايتشنج اللي هي الهرش او الحكه. تمام. لو تحب تعرف الريسبتور بتاعته بقول لك بيعمل برونكوسبازم، بيكونتراكت الوول، بيعمل الكلام ده بخبرتك المسبقه في الفارماكولوجي. يبقى شغال على طريقه جي بروتين جي كيو كونتراكت كيو. جي كيو صح ولا لا؟ بس هيجي على البلاد فيزل ويعمل فازو دايلاتيشن. طب يفكرني بالماسكارينيك بالظبط. هل فاكر الماسكارينيك ريسبتورز كانت فعلا بتشتغل على طريق الجي كيو مظبوط؟ بس جينا على البلاد فيزل وعملت فازو ايه؟ دايلاتيشن. عن طريق حاجه اسمها نيتريك اوكسايد او اندوثيليوم درايف ريلاكسنج ايه؟ فاكتور. نفس التكنيك بالظبط. فهمت الفكره؟ ده كلام كويس معايا؟ ايه؟ هو يعمل فازو دايلاتيشن بالجي كيو؟ هو شغال عن طريق جي كيو بس بيجي على البلاد فيزل الاندوثيليوم. اول ما بيشغل الريسبتور بيبدا يطلع ماده اسمها اندوثيليوم درايف ريلاكسنج فاكتور اسمها نترك ايه؟ اوكسايد. زي الماسكارين بالظبط. مظبوط. خلاص كده يا ولاد معايا؟ حلو. ايه الاكشنز بتاعتك يا اتش 1؟ انتوا قلتوا فازو ايه؟ فيقلل الضغط، يزود الكابيلاري برميابيليتي. تمام؟ رقم 2 بيعمل برونكو ايه؟ كونستريكشن. يكونتراكت الجي اي تي، يكونتراكت اليوترس. وقلتوا بيعمل ايه في السكين؟ قلتوا لي اتشنج. اتشنج او حاجه اسمها ابتكاريا. مظبوط. كلام سهل قوي. طب الاتش 2 ده بيعمل ايه يا اولاد؟ اتش 2 مكانه الرئيسي لو طلعت بيه بنحس النهارده هتريحني جدا في حياتك العلميه. الجي اي تي في الجاستريك ميبوزا. حاجه اسمها البرايتال سيل اوف ستومك. سمعتوا الكلمه دي قبل كده؟ ايوه. برايتال سيل اوف ستومك بيلعب دور رئيس ال HSL secretion. يكاد يكون اهم ريسبتور في ال HSL secretion. وصلت؟ حلو قوي. رقم 2 موجود في الهارت. الناس اللي بتحضر العمل ومركزه سمعوا عن حاجه اسمها ال H2 في الهارت في العملي. صح ولا لا؟ بيشغل الهارت. موجود في البرين بوست سينابتيك في الاندوثيليوم. لو انت مصحصح معايا انا متعامل الترتيب. يعني ايه؟ يعني لما اجي اقول لك الاندوثيليوم في انهي ريسبتورز الهستامين؟ تقول لي اتش 1 واتش 2. مين الاساس؟ اتش 1. وانا كاتبه في الاول وهنا مكتوب في الاخر. فاهمني ولا لا؟ معايا يا ولاد؟ حلو قوي. شغال عن طريق جي اس بروتين. لو حد مثقف يقول لي جي اس ده بيعمل ايه؟ سايكليك اي ام بي في الاساس. يعني حته الكالسيوم مش مهم قوي. اعمل عليها اكس صغير. اكس صغير لو سمحت. عكس من اكس صغير عند هو بيزود سايكليك ام بي في كالسيوم بعدها اكس بقى. انت كده مقتنع؟ طيب هيعمل ايه في الهارت؟ سايكليك ام بي يبقى زي بيتا 1. هيعمل ايه؟ بوست اينو بوست في ايه؟ كرونو. لكن صدقني لو انت عايز تطلع من حس النهارده بكلام مهم في حياتك لما اقول لك اتش 2 تقول لي اتش سي ال. لما اقول لك اتش 2 ريسبتور تقول لي مين؟ اتش ال. ولا مانع من بعد الفازو ايه؟ دايلاتيشن. صح الكلام؟ طيب تعالوا انا وانتوا في عندي حاجه اسمها اتش 3 بري سينابتيك. حد قديم فاهم كلمه بري سينابتيك يعني ايه يا ولاد؟ او بتعمل ايه دايما؟ بتقلل طلوع الترانسميتر. بتقلل طلوع مين؟ الترانسميتر. نسيت اقول لك الاتش 1 يا ولاد اللي في البرين دي هي مش مكتوبه في الاكشن مسؤول عن حاجه اسمها الروزل. حد عارف كلمه الروزل يعني ايه؟ يقظه او صحيان او فوقان. اتش 1 مش موجوده في البرين عندكم؟ بتعمل الروزل. ماشي؟ الروزل يعني ايه؟ تبقى صاحي تبقى فايق. خلاص؟ اتش 1 في عندك اتش 4 قال لك دي موجوده في الليكوسايت في البون في البون مارو في البلاد. لها دور في حاجه اسمها كيموتاكتيك. عارف كيموتاكسيس؟ اتراك الايه؟ الانفلاماتوري سيلز والكلام صح ولا لا؟ حلو الكلام. وبتلعب دور في الانفلاميشن والالرجي. بعد ما انت ذاكرت الهستامين وعندك حماسه بقى والكوتاكويد واستعمالات فيما يستعمل الهستامين في الطب يا ابني؟ لا يستعمل. طب معلش اكتب عليه مسكين. ان هو لا يستعمل. ان هو ايه؟ لا يستعمل. لا يستعمل. خلاص؟ انا عايز اوقف الهستامين يا اولاد. في عندك اتش 1 وعندك ايه؟ اتش 2. اللي سبق اخذ اللقب خلاص.
انتهينا. يعني ايه الكلام ده؟ اللي قفل اتش 1 اخذ اللقب بيسموه انتي هيستامينيك. اما اللي هيقفل اتش 2 يقول له لا 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 انت مش انتي هيستامينيك، انت هيبقى اسمك اتش 2 بلوكر. فهمت حاجه ولا لا؟ يبقى عايز كلام محترم. لما اجي اقول لك انتي هيستامينيك يعني ايه؟ اتش 1 بلوكر. يعني اتش 1 بلوكر. لكن اتش 2 بلوكر هي انتي هيستامينيك؟ لا. هي اتش 2 بلوكر. دي اولاد هتبقى ادويه مميزه جدا جدا. احنا مره طلعنا بمترادف في الطب اتش 2 يعني مين؟ اتش تي ال صح ولا لا؟ يبقى تتوقع الاتش 2 بلوكر هيقابلكوا في الطب امتى وانتوا بتدرسوا حالات الايه؟ بيبتك ايه؟ صح ولا لا؟ لكن الانتي هيستامينيك موضوع حلقه النهارده غالبا هيتكلموا على الالرجي. حد يعرف اي حاجه ولا عن الادويه الحساسيه؟ اي معلومات عن الادويه الحساسيه او حد بيقرا الادويه الحساسيه؟ ها؟ عايز معلومات عامة، معلومات بدائية. تنوم بتنيم صح ولا لا؟ وفي منها أنواع جديدة غالية شوية مش بتنيم. أنا لخصت الموضوع على فكرة. هما تو جنريشنز. فيرست جنريشن أند سكند جنريشن. الفرق الجوهري بينهم في الأردو. إن الجيل الأول ماله؟ بينيم، الجيل الثاني؟ مش بينيم بس خلاص. معايا ولا لا؟ فيرست جنريشن اسمه مش عاطفيه شويه. انا عارف، انا هقولها من على سبيل التكرار بيعلم الشطار زيه. داي من هيدرينين، داي فين هيدرامين، داي 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 من هيدرينين، داي فين هيدرامين. خد التوأم المتماثل ده، سايكليزين وميكليزين. حس انه ما توأم في ناس اسمه سيبروهيبتادين، والنبي سميه الاسطوره. هو اسمه كده الاسطوره، وهقول لك ليه. سيبروهيبتادين اسمه ايه؟ علم عليه اسمه الاسطوره. في ده اسمه بروميسازين، وهتعرف انا معلم على الادويه دي ليه. انا معلم عليها لهدف معين. طبعا يحسب لك ويكتب في السي في بتاعك، تقول لي انا عارف الادويه الثانيه كليماستين، كلورفينرامين، هيدروكسوزين. ده يحسب لك انت كده راجل بتحفظ علم ينفع ولا ينفع مع بعض. خلاص انا يهمني على الاقل داي 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 مين؟ داي فين هيدرامين؟ داي من هيدرامين؟ يقول معايا مش داي داي وخلاص. داي فين هيدرامين؟ داي من هيدرانين؟ داي فين هيدرامين؟ داي من هيدرانين؟ سايكليزين ميكليزين، سايكليزين اند ميكليزين. وعندك مين؟ سيبروهيبتادين الاسطوره، سيبروهيبتادين والبروميسازين. كتر خيرك قوي تعرف السته دول. تقول لي دكتور انا هبدا اتعامل معاكو معامله ذكيه شويه، انا احفظ الجيل الثاني اسماء وشيك خالص، وهم ثلاث اسماء. لو انت جيت تخيرني هدور على الثلاثه دول. هم مين الثلاثه؟ حتى اشوف اسماءهم عامله ازاي. لوراتيدين، لوراتيدين. لورا دي ست ولا راجل؟ ستريزين. وفي الاخر تقول له فيكسوفينادين. اسماءه سهله قوي. لوراتيدين تطلع ايه؟ ستريزين. وفي الاخر يطلع في الاخر فيكسوفينادين. اصل انا هجيب لك السؤال ايه مثلا؟ اقول لك جالك واحد سواق او واحد طيار او واحد عنده امتحان بكره وجاله الرجي. يعني هو بالنسبه المفروض يعني السواق مطلوب انه يبقى فايق وكذلك الطيار وخلافه. وجاله الرجي تدي له مين؟ فيرست ولا سكند؟ سكند. انت هتدور على واحد من ثلاثه اللي هم كانوا مين؟ لوراتيدين او ستريزين او فيكسوفينادين. اسمه فيكسوفينادين مش فيكسو. عشان اعرف ان الناس بدات تقول لك لورا وست وايه وفيكسو. لا خدهم للاخر الله يبارك لك. ماشي الكلام؟ اما طبعا يحسب لك لو انت عارف ان الداي فين هيدرامين والداي من هيدرين ده كانوا انهي جيل؟ فيرست. طب سايكليزين وميكليزين؟ فيرست. طب سيبروهيبتادين؟ فيرست. بروميسازين؟ فيرست. لوراتيدين؟ سكند. فيكسوفينادين؟ سكند. ستريزين؟ سكند. طب ستريزين؟ سكند. فيرست. ستريزين؟ سكند. ستريزين؟ سكند. طب فيكسوفينادين؟ سكند. برضه؟ طب لورا؟ سكند. طيب ايه الفرق الجوهري بين الاثنين؟ الفرق الجوهري بين الاثنين؟ سترونج ايه؟ سيداتيف ونو سيديشن. عايز كلام الكلام ضخ في العين؟ عايز كلام ضخ في العين؟ ليسيديشن او ويكسيديشن. ليه؟ عشان ما يجريش واحد فيكم بعد الحصه يقول للدكتور والله انا باخد لوراتيدين او كلام من ده وبنام. في بعض الناس دماغها خفيفه قوي فبتتاثر بيهم لانهم بلاش كلمه نوم،
يلس بينه وبينه. بس على مستوى الام سي كيو مش هنو خلاص. بسال علمك لحياتك يعني، حد يفسر لي ليه انت بتنيم وانت مش بتنيم؟ عشان انا ليميت ايه؟ وهنا مش وبروح للسيرنس، هنا مش بروح على البصبص او ماتش ليست ديستريبيوشن. فهمت اللقطه دي؟ رقم 2 يا اولاد، الجيل الاول ما كانش محترف. احنا قلنا له يا عم اقفل الهستامين ريسبتور، حلو. هو سمع كلمه ايه في الريسبتور؟ مش ماشي كلمه ايه؟ قام راح قفل هستامين ومسكارينك والفا وكل حاجه قبلته، فبيقفل الاوتونوميك ريسبتورز. اما الجيل الثاني احنا امناه قلنا له لو سمحت اقفل مين فقط؟ اتش 1 ريسبتور فقط. بروفيشنال هو الجيل الثاني. قفل ده، قفل مسكارينك وقفل الفا وكلام من ده، لكن ده قفل المطلوب منه بس اللي هو الهستامين ريسبتور. خلاص؟ الجيل الاول كان شورت ديوريشن، فتضطر تاخد قرص واثنين في اليوم. اما الجيل الثاني لونج ايه؟ ديوريشن. حلو قوي، اخد قرص واحد في اليوم. معايا؟ الجيل الاول مشكلته ان هو بينزل في الملك كمان، فيأثر على الولد اللي بيرضع. تمام؟ حلو قوي. يبقى انا بنزل لما اجي اسالك في اقول لك مين بينيم تقول لي الجيل الاول ولا الجيل الثاني؟ الاول. شورت ولونج، مين شورت؟ الاول. اول، مظبوط ولا لا؟ حلو. قول لي الفارماكولوجيكال اكشنز بتاعه الانتي هيستامينك. تقول لي يا دكتور كلام سهل، هنقفل اتش 1 ريسبتور. لو انا حافظ الاتش 1 بتعمل ايه خلاص، هكتب قبلها كلمه بلوك وانتهينا. صح ولا لا؟ لو سمحت المجموعه دي يا اولاد محترمه. يعني ايه محترمه؟ كومبيتيتيف سيلكتيف، يعني بتختار الريسبتور مش بتقفل اتش 2، بتقفل مين بس؟ اتش 1. ريفرسيبل كومبيتيتيف بلوكر لمين؟ اتش 1. هتقفل مين؟ هو اتش 1 كانت بتعمل ايه؟ كانت تزود فازو دايلاتيشن وبتزود الكابيلاري وهايبوتيشن، صح؟ وكانت بتعمل ايه على البرونكاي والحاجات دي؟ سبازم. انا هقفل هذا البرونكو ايه؟ سبازم. على البرونكاي او على الجي اي تي في مشكله؟ كلام سهل قوي. اذر اكشنز، اول معلومه انت قلتها لي لما سالتكم على انت هيستامينك قلت لهم بتعمل ايه؟ يبقى اول كلمه تقولوها لي بس خلينا محترفين. انا بتكلم هنا على جيل اول وجيل تاني. اول بتعمل ايه على سن السلاد؟ سيديشن، عشان قفلت الاتش 1 بسبب الاتش 3 دي. بس اقول لك على حاجه بامانه مطلقه، العلم بيقول لك لا تثق بها 100%. ساعات بتعمل حركات نادله ملهاش لازمه. بمعنى ايه حضرتك؟ تيجي في بعض الاشخاص والاطفال تحديدا تعمل اكسايتيشن، يعني الواد يهايبر ويصحصح. مش احنا خدنا قبل كده ممكن تعمل اكشن بس بص مختلفه في بعض الاشخاص والاطفال؟ ايوه. تبان في دي. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان ما تجيلكش ام تقول لك يا دكتور الواد ما بينيمنيش وانا عندي شغل بكره وتاني يوم وكلام من ده. تقول لها ما يهمكش، حاضر. وتقوم كاتب للواد ايه؟ دواء حساسية. انتي هيستامينك. لاجل حظك يكون الواد ده من العيال اللي بتهايبر مع انتي هيستامينك. يعني الواد كان بيدخل ينام الساعة 12 بالليل، هي عايزاه ينام الساعة 10. فقامت تديله الدواء الساعة 8. عندها أمل ينام بدري شوية. ينام لها إمتى بقى؟ على وش الفجر. وهي عمالة تدعي لك من قلبها في الواد ده كله. فاهمني ولا لا؟ فلو سمحت ما تثقش في الانتي هيستامينك قوي. ماشي؟ سبيشال في مين؟ في التشيلدرن. رقم 2، انا بتكلم على ناس عماله تقفل ريسبتورز كتير. وجدنا يا اولاد ان في عندنا في الفوميتنج سنتر ريسبتور اسمه الاتش 1. فاكر الهيوسين؟ كان بيقفل مسكراني صح؟ كان في حاجه اسمها الموشن سيكنس. ده الدواء الثاني اللي بيعالج الموشن سيكنس. انا عندي دواء في الطب بيعالج الموشن سيكنس. اللي هو الدوار البحر او الدوار. الناس اللي لما تركب اي حاجه متحركه تبقى عايزه ترجع. معايا؟ قال لك والله انت نوزيا وانت ايميتك. ايميتك يعني ايه يا ولد؟ انت ايميتك يعني ايه؟ انت ايميتك. ضد الفوميتنج. ضد الايه؟ الفوميتنج. يمنع الموشن سيكنس. يلا الجيل الاول قفل من الريسبتورز كمان. قفل مسكارينك موافقني؟ ايوه. بيسموها اتروبين لايف. قفل يعالج الباركنسونيزم. حد فاكر الباركنسونيزم؟ ايوه. نقص الدوبامين ويزيد السايكولين. طب ما انت اتروبين لايف. معايا ولا لا؟ ايوه. تمام. يعجبني اللي هيطلع من محاضره النهارده ان الانتي هيستامينك، اسمع
انتي اليرجي وانتي ايميتك. يعني ادويه الحساسيه هي هي ادويه القيء. ادويه الحساسيه هي هي ادويه الايه؟ القيء. معايا يا ولاد؟ يا ابني بس. مش انتي اليرجي؟ ها وانتي نوزي وانتي ايميتك؟ انتي نوزي شنو؟ ضد. تعالى انا عايز ارجع خلاص. وانتي ايميتك يعني ضد القيء. برافو عليك. كنت لسه عايز اقول حاجه. واضح من كلامي في الاذر اكشن كلها تخص انهي جنريشن؟ ذا فيرست. هو الجيل الثاني ليه اتروبين لايت؟ لا. يعاكس باركنسونيزم؟ لا. يعدي بلاد برين بارير ويقف فوميتنج؟ مفيش الكلام ده كله. يبقى دي انهي جيل؟ فيرست جنريشن. نعم. كان سؤالك؟ ليه الانتو باركنسونيزم؟ احنا قلنا الباركنسونيزم كان عباره عن نقص دوبامين وزيت اثر كليه. فانت لو انت اتروبين لايت تاثر كليه. تمام؟ حلو كلام. بتقفل الالفا ريسبتور. العين يعاني من ايه لو قفلت الالفا ريسبتور؟ لما اقفل الالفا ريسبتور اعمل فازو ايه؟ ريلاكسيشن. ممكن توطي الضغط شويه. تمام؟ سيروتونين بلوكينج اكشن. الدواء الاسطوره اللي اسمه ايه يا ولاد اللي قفل السيروتونين كمان؟ سيبروهيبتادين. ليه انا بقول عليه الاسطوره؟ قفل اتش 1 وقفل سيروتونين. تفرق معانا ايه؟ الدواء ده كان ليه باع كتير عندنا في طب الاطفال. ليه؟ تيجي لك الام لها شكوى غريبه جدا او شكوى مميزه دايما مع الامهات بتوعنا. تقول لك يا دكتور الواد ما بياكلش وما بينامش. مع انت لو انت دققت معاها وضغطت عليها تلاقي مثلا الواد مثلا بينام له 7-8 ساعات وبياكل 4-5 مرات في اليوم. ده بالنسبه لبعض الامهات مش مستوى. تقول لها يا ست طيب. فتقعد تحايل فيك تقول لها حاضر خلاص. وتقوم كاتب لها مين؟ الاسطوره مين؟ سيبروهيبتادين. اديك بس معلومه جانبيه. الهيستامين بيصحي صح؟ والسيريتونين بيسد النفس. فلما اديك انتي هيستامينك وانتي سيريتونين ايه المتوقع يحصل؟ تنام وتعرف. تنام وتعرف. فتصبح حياه الطفل دوره مكتمله. عباره عن ايه؟ اكل ياكل وبعد كده ايه؟ ينام يصحى ياكل ينام ثم تتفاجئ بوجود فيل صغير جنبها في البيت. فاهمني ولا لا؟ يبقى فيل صغير في هذا السيبروهيبتادين. خلاص؟ حلو الكلام. يبقى هذا السيبروهيبتادين ياكل وينام. ياكل ايه؟ وينام. وعندك فيل في الاخر صغير. يوم حته لوكال الاثيليا اكشن بتقفل الصوديوم تشانل. ماشي يا سيدي حاضر. طيب يبقى واضح. عجبني واحد قال لي دكتور تقريبا انت عايز تقول ان كل هذه الاكشن تكاد تكون خاصه بأني جيل؟ اول 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 خلاص. طيب فيما تستعمل انتي هيستامينك. اول حاجه الالرجي. اول حاجه ليه؟ زي ايه الالرجي؟ الانف الالرجيك راينايتس. فادوار البرد على فكره كان بعض منكم يقول لك انا ادويه البرد بتنيمني عشان فيها فيرست جنريشن انتي هيستامينك. خلاص. طب يعني انا في الالرجي اديله تكون امين. ايه اللي دخلك في الموضوع ده؟ مش قلنا ان هو ضرب امك هنا ولا انا بلاكتك شوك؟ انا مش انا بلاكتك شوك لسه وانا مش كاتبها اصلا. انا بلاكتك شوك هو اصلا دي كونجستد. لا ركز بنتكلم عليه بس. هو في الادرينالين كان بيقول ان هو ضرب تشويس في الالرجيك اكشنز. في الانفلكتك شوك تحديدا دي الحساسيه القاتله. لكن انت عندك شويه اتش جت لك ادرينالين صح لا؟ طيب في الالرجيك راينايتس في الكومن كولد بريباريشنز في الارتكاريا تمام اتوبيك درماتايتس التهاب الجلد الانجيوديما. في اثنين الرجي انا ما كتبتهمش. انت قلت منهم واحد. انافلاكتيك ايه؟ لان في احسن منه ادرينالين وفي كورتيزون وفي الرجي مشهوره انا ما كتبتهاش ومتعمد ما اكتبهاش عشان الناس اللي بتجود في الامتحانات. مين الرجي مشهوره انا ما كتبتهاش هنا؟ ايه ولا ايه؟ لسه واثق ان انا اعرفها. في الرجي مشهوره ما كتبتهاش هنا؟ برونكيال ازمه. برونكيال ازمه. ما تكتبش حاجه. ما انا ما كتبتهاش. انا بسال انا ما كتبتهاش ليه؟ في ادويه احسن. لا
لمعلوماتك بس لمعلوماتك لو جاوبتها صح تبقى انت عنده صغير في الفرمنتيشن هيقفل اللي يقول بيعمل برونكو سبازم ده القانون هيعاقبه معاقبه شديده وممكن اغرمه ماليا حالا انت السنه دي يعمل برونكو سبازم انت ولا لا عشان بينشف السكيشن بتاعته شاطر ممتاز عنده صغير بحييك ليه بينشف السكريشن شاطر عمده اخر علشان الادويه دي التروبين لايك وانت صغير قبل نص السنه لما خدنا الاتروبين كان الاتروبين يستعمل في البرونكيال ازمه ليه بيعمل دراي سكريشن بيعمل دراي سكريشن بيخلي فيزيت سكريشن ما كانش بيعرف يطلعها معايا ولا لا معايا ولا فبناء عليه الادويه دي رقم واحد قالك الهستامين مش المين ميديتور في برونكيال أزمة حاجه اسمها ليكوتراين رقم اثنين الحته اللي انت قلتها الحلوه قوي اللي هي ايه بيعمل دراي سكريشن فاهمين دي ولا لا حلوه قوي يبقى لو سمحت مفيش برونكيال أزمة ما كتبتهاش ومتعمد ما كتبهاش فاهمني ولا لا رقم اثنين انا حطيت قاعده في اول المحاضره ادويه الالرجي هي ادويه الفوميتنج يبقى يعالجوا مين الفوميتنج خد التوأم الملتصق سايكليزين وميكليزين في الموشن سيكنس بروفلاكسز خد التوأم الملتصق سايكليزين وميكليزين ومعاهم الدايفين هيدرامين والبروميثازين لو انت بتحب تحفظ ثلاث استعمالات زي الفل كتابك شال استعمال بعض الناس بتستعمله في بعض الناس بجد انا ساعات كنت بستعملهم كمهدئات ومنومات ليه فيهم ميزه حلوه مش بيعملوا ادمان انت مثلا لو جالك جرح مثلا فيجو عنده ارق شويه قال دكتور ما بنامش وكلام من ده انا عندي مشكله ان اغلب المنومات كلها دراجز كلها جدول فممكن اقول له لو سمحت ممكن جرب دواء انتي هيستامين ممكن يجيب معاك وينامك شويه فاهمني ولا لا بس على فكره انت لو حد فيجو جرب انتي هيستامين بجد العلاج الرجي وكلام من ده هتعرف يعني ايه معنى كلمه سيديشن في كلمه سيديشن كلمه سيديشن ده مش مسكن سيديشن مهدئ ونعاس وغباوه وعدم تركيز وكل حاجه تبقى انت كده بتبقى شايف المعلومه وشايف اللي قدامك عايز امسك حاجه مش لاقي فاهمني ولا لا هي نفس الفكره دي كلمه سيديشن ايه الادفيرس افكت اول حاجه لازم ابدا بيها واعترف بيها ايه مشكلتهم السيديشن والديزنس بس خلي بالك ما تنساش المقلب اللي عملوه فيك في مين؟ في بعض الأطفال عملوا ايه؟ اكسايتيشن صح لا؟ حد يفسر اللي ممكن يعملوا دراي ماوس التروبين لايك وكونستبيشن تراتوجينيك يعني ايه تراتوجينيك؟ تشوهات جنية ثم قمة البؤس الرجي الرجي تبقى انت انسان بائس بصراحة ان انت تاخدهم لعلاج الالرجي يطلع عندك الرجي منهم طيب لا في ناس بيحصلوا فعلا بيبقى عنده الرجي منهم فاضطر ان انا اديله دواء يعني دواء اخر بديل ليهم منهم من نفس العيله يعني انت عندك الرجي من اللوراتيدين خلاص اقوم رايح مديك فيكسوفينادين تمام كده وهيشتغل انت عندك خلي بالك اصل اي دواء في الدنيا ماده كيميائيه يا اولاد بيبقى في منه الرجي فاهمين دي ولا لا يعني تبقى قليل البخت بصراحه يعني يطلع لك الرجي منين الانتي الرجي تغريب قوي صراحه فاهمني ولا لا طيب كده خلصت الانتي هيستامينك بما لها ومال عليا سؤال بيطرح نفسه للجماهير هقول لك اسم الدواء تقول لي ده فيرست ولا سكند جنريشن داي فين هيدرامين فيرست سايكليزين سيتريزين سكند لوراتيدين سكند لوراتيدين سكند فيكسوفينادين سكند ميكليزين فيرست دايمن هيدرينيت فيرست سؤال مين بينيم فيرست ولا سكند فيرست تعلت ولا ايه حاضر طيب مين مش بينيم سكند طيب مين شورت ديوريشن فيرست لونج سكند حلو الكلام تعرف حاجه عن حاجه اسمها السبر هيبتدين او الاسطوره بيقفل مين الهستامين و السيروتونين مظبوط حلو الكلام الادويه دي
خلي بالك يا ولاد، لما يكتب لك كلمة أتروبين لايك وراها كلام، أنت كدكتور ما تاخدش المناهج أو الأدوية كجرز جزء منعزلة. يجي لك أحدهم عنده أليرجي خلاص، وكان عنده 70 سنة، وعنده ضخم في البروستيت، وعنده جلوكوما، يقول له عندك أليرجي؟ ما فيهاش. أنت محتاج أنت هيستامينك. ما ينفعش. ليه؟ عشان عندي هيستامينك؟ علاقة بالأيو بي. أتروبين لايك. يبقى تديله إيه؟ سكند جنريشن. صح؟ تأمين دي ولا لا؟ نعم. كلام أنت نص استعمالتك كانت مبنية على الفرست. طيب. سيروتونين، السيروتونين ده من الحاجات اللي الحمد لله تم اختزالها قوي قوي في الورق عن الكتاب، ان كانت بحر في الكتاب بصراحه. على فكره معلوماتكم الشخصيه جدا جدا جدا، السيروتونين حدوته كبيره قوي قوي. السيروتونين ككيميكا ترانسبوتر احنا مش عارفين حتى هذه اللحظه نوصل لكل اسراره في السي ان اس، وليه علاقه قويه بالاكتئاب والمود والحاجات دي كلها، وبالنوم والبين. طب تعالى كده نشوف الاكشن بتاعته على 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 فكره. هو ليه اسم تاني اسمه 5 هيدروكسي تريبتامين؟ عشان كده ما تبقاش تستغرب لما تلاقي الابريفيشن 5 HT. معايا؟ حلو. يلا يا سيروتونين على الكارديو فاسكولار. والله حضراتكم علمتوني على الكارديو فاسكولار، يبقى نتكلم على هارت وبلاد فيزل. على البلاد فيزل سترونج فاز كونستريكشن، هتطلع حاجه اسمها السيروتونين 2 مع عجل سكيلتال مصل يعمل فاز دايليتيشن. الحته دي ما فكرتهاش في حاجه، فاز كونستريكشن والسكيلتال ماسل دايليتيشن شبه السيمباثيك. شبه مين؟ السيمباثيك. رقم 2 بيعمل ريفلكس براديكارديا، بس بيعملها غريبه جدا يا اولاد، عن طريق ان هو في عندنا حاجه اسمها كيمو ريسبتورز. حد جاي بس يترجم لي الكلمه كيمو ريسبتور؟ استخبار كيميائي يعني ريسبتور بيحصل له ستيميوليشن باي كيميكال سبستنس. باي كيميكال ايه؟ سبستنس. فاهمين دي ولا لا؟ فانا عندي على الفيجال نيرف اندنج الفيجاس في ريسبتورز السيروتونين بيشغلها. فاهمين ولا لا؟ عشان كده بقول لك اسمها كيمو ريسبتورز. واي كانك شغلت ساعتها مين؟ الفيجاس. والفيجاس بيعمل ايه في الهارت؟ برادي ايه؟ كارديو. بيعمل بليتلت اجريجيشن، ما اعتقدش انت تحتاجها اليومين دول، بس عايزك تعرف. يبقى عمل فازو ايه؟ كونستريكشن. وعمل ايه في الهارت؟ برادي كارديو. ريفلكس برادي ايه؟ كارديو. وعمل لك بليتلت ايه؟ اجريجيشن. على الجي اي تي اسماء الريسبتورز بتاعته. دكتور ايه الستيميوليتد كيمو ريسبتور؟ احنا قلنا ان عندك الفيجر على ال في ريسبتورز عليه يتم استميشن باي كيميكال سبستنس. دكتور نعم. في معنى اجريجيشن؟ اجريجيشن تجمع. انت اكيد لو انت شغال انت بتشتغل الفيجاس. الفيجاس كمان بيجي برادي كاردس. يبقى انت عملت البرادي كاردس دي بشكل مش على الهارت ولا عن طريق انت عملت تريبس؟ طريق بس على الهارت. كدايركت اكشن على الهارت؟ لا. شغلتش على تيتو على الهارت. بالظبط. انت بعت له الفيجاس. خلاص؟ دكتور هو فين في الفيجاس؟ نعم. على النيرف نفسه، على النيرف تيرمينال، على النيرف. خلاص؟ طيب شت. على الجي اي تي عامل زي الهستامين، هيكونتراكت الجي اي تي ويعمل بريستالسيز. ومهم قوي قوي بيزود الاستايل كلين ريليز. حد كده متابع معايا والنبي في الـ في الـ في الاوتونوميك. هو الاسايكلين ده لما بيزيد بيعمل ايه في الموتيليتي؟ الاسايكلين ده فرس المسدك بيزود الايه؟ الموتيليتي. اسمع اسمع اسمها بروكاينيتك. تعلمونا في الطب ان ده اللي بيزود حركه الجهاز اسمه برو ايه؟ بروكاينيتك. وانت صغير زمان قوي زمان قوي يمكن في الموديل اللي فات ولا حاجه. سمعت عن حاجه اسمها بروكاينيتك دراكس؟ زي كان ده اول حرف ايه؟ اول حرف ايه؟ ام 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 ميتو كلوبرامايد. ميتو كلوبرامايد. ميتو على فكره مش مهم تبقى فاكره، بس عارف انا بتكلم في ايه؟ حتى مش مهم اول حصه صح؟
المدون الفات اول صفحه المدون الفات اي مكان كلمه بروكينيتك يعني بتزود حركه الجاي تي من غير ايفاكيويشن خلاص دي كلمه برو كانت برو ايه كاينيتك طيب على النيرفس سيستم لو سمحت هو البريكرسر بتاع الميلاتونين سمعتوا عن الماده دي قبل كده بتاعت الايه السعاده السعاده والسليب السليب لا دول كيف في النوم على فكره مهم جدا السيروتونين والترانسميتر خطير جدا للبين والاتش والنزيه والفوميتنج انا عندي ريسبتور في منتهى الخطوره في الدنيا اسمه 5 HT 3 في حته اسمها السيتي زد حد فاكر الكلمه دي حد فاكر الكلمه دي ها ده كان كيمو ريسبتور تريجر زوم كيمو ريسبتور تريجر زوم كيمو ريسبتور تريجر زون اسمعني ولاد الريسبتور ده من اسمه كيمو ريسبتور تريجر زون من اسمه مين اللي بيشغله كيميكال مواد كيميكال انتوا عارفين مين اشد مواد كيميائيه في الطب بتعمل فوميتنج ممكن يقعد 3 4 ايام ورا بعض والله انا برد عليا برد عليا السؤال هنا مثلا السؤال عارفين ايوه اقول ولا تقولي حلو الكلام خلاص هم يقولوا خلاص انجزوا انجزوا لا اشهر ماده يا اولاد بتعمل لها سيميليشن الكانسر كيموثيرابي مش كده انا عندي عنوان خطير جدا 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 في الطب كانسر كيموثيرابي اندوز فوميتنج ربنا يحفظكم يا رب تسمع عن واحد يروح يعمل جلسه علاج كيماوي يقعد 3 4 ثواني يفوميت من عنف المواد اللي هي بتاعت الكانسر كيموثيرابي ان هي بتعمل اريديشن للايه الريسبتور ده معايا حلو الكلام والحته اللي احنا قلناها حكايه ان هو بيستيميليت مين الريسبتورز اللي على الايه على الكوروناري تعمل لك هاي بوتنشال وبرادي ايه كارديا طب كان برادي كارديا اخباره ايه كان ريفلكس ان انت بعت للفيجاس طب ولما انت تبعت للفيجاس ممكن اقفله لك بمين بالاتروبين معايا حلو الكلام صدقني انا عايز اوصل للادويه اللي جايه دي مهمه جدا 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 السيروتونين اجونست دواء بيعالج التوتر انكزيوليتك عايزين نعالج التوتر بص كده بوس بايرون اسمه ايه بوس بايرون او بوس بايرون ده دواء بيعالج الانكزايتي بس انا اعرف ان اشهر ادويه بتعالج التوتر اسمها بنزودايازيبين زمان يبقى يقول لك نون بنزودايازيبين انكزيوليتك اقول لكم على حاجه انتوا في هذه اللحظه عرفتوا التلات أدوية اللي احنا بنستعملها في الطب كله لعلاج التوتر حد عارف انهم في اتنين على السبورة باس بايرون وبنزو دايازيبين والتلات انتوا عارفين بروبرانولول بروبرانولول فاكرين ولا لا يبقى مين أدوية التوتر في الدنيا كلها بروبرانولول باس بايرون بنزو دايازيبين تمام الدولة شغالة يا ولاد على حاجة اسمها 5HT1A والنبي اسم الريسبتور يفرق معايا. ال 5HT1A. طيب اللي يهمني قوي 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 كمان سوماتريبتان وزولمتريبتان. سوماتريبتان وزولمتريبتان. ولاد تسمعوا حاجة اسمها المايجرين هيدك. ده اللي هو ايه؟ ده عبارة عن ايه؟ فرانسوا هو ليه اسم اخر عشان اخواننا من بره مصر بتسموه ايه الشقيقه اخواننا المصريين عشان لما حد يجي يقول لك انا عندي شقيقه مش انا عندي اثنين فهمت ولا لا حلو طيب بص يا سيدني ركز معايا ونبع السبوره اعرف انا وانت ايه قصه الصداع النصفي وليه مختلف تماما عن انواع الصداع المختلفه انت مش هيدك في الصداع النصفي يا ولاد اسمه فاسكولار هيدك
بيبقى pulsating. العيان كالآدي آدي السيربرال بلاد فيزل يحصل له فجأة بلا مبرر وبلا سبب واضح فازو كونستريكشن. دي التريك اللي احنا مش عارفين ايه السبب اللي بيخليه يقوم داخل في فازو ايه كونستريكشن. انت معلمنا لو انت لما بيحصل فازو كونستريكشن بيحصل بارشال اسكيميا هيحصل اكيوميشن ميتابولايت تتجمع لك ميتابولايت دب يبقى يعمل لك فازو ايه ده صداع. العيان ممكن يحس هنا بحاجه اسمها اورا. كلمه اورا يعني مقدمه. العيان تاني هنا عندك بلا مبرر يحصل فازو ايه كونستريكشن تتجمع ميتابولايت بوم تعمل لك فازو ايه دي اللي فيها الصداع. هنا العيان بيحس بحاجه اسمها اورا. اورا يعني يحس بزغلله في عينيه يحس بتنميل في صوابعه تمام. ده فين في المرحله دي وصل ان الصداع جاء بوم بوم صداع رهيب رهيب غالبا بياخد نص وشه بياخد عينيه ما بيبقاش عايز مستحيل يبص في اللمبه دي تمام ودايما محتاج ان هو يقفل النور او كلام من ده خلاص. حلو الكلام طيب ماشي طيب المهم عملي بقى عملي خلي بالك انت عندك دي اسمها اكيد اتاكس مجرين انا عايز اعالجها يبقى محتاج اعمل سيربرال فازو ايه كونستراكشن سيربرال فازو كونستراكشن صح ولا لا يبقى انت افهم وانت عايز تعالج الاكيوت ميجرين عايز تعمل سيريبرال فازو ايه كونستراكشن وصلت. اللي هيقدم لك الخدمه دي الدواء المميز اللي اسمه سوماتريبتان وزوميتريبتان لان هيشاروا عن طريق حاجه اسمها ال1 دي ده بيعمل سيريبرال فازو كونستراكشن او فازو ايه كونستراكشن خلاص. سوماتريبتان وزوميتريبتان سوماتريبتان و ظلمي تريبتان دول بتاخدوا اورا او سب جونس ولادي الادويه دي من اقوى الادويه اللي بتعمل فازو كونستراكشن. انت لما تيجي تشوف الاعراض الجانبيه بتاعتها فازو كونستراكشن رهيب يبدا ممكن يعمل لك اسكيميا تحس بتنجلنج تنجلنج يعني بس زي تنميل كده او شكشكه كده خلاص شويه ديزنس نيك بين يا راجل ده ممكن يقول لك تشيست بين نتيجه كوروناري فازو سباز ممكن تروح يعمل فازو ايه كونستراكشن. طبعا لما انت سمعت الكلام ده يبقى بالله عليك ينفع يتاخدوا في واحد عنده زبحه؟ لا او واحد عنده هايبرتنشن او بريفرال فاسكولار ديزيز. اضف الى ذلك ان كمان ممكن يقول لك ياثروا على البريجنسي خلاص. طب اقول لكم على حاجه الادويه دي شورت ديوريشن فانت محتاج تدي اكتر من جرعه بس عندي مشكله ثانيه ما ينفعش تاخد اكتر من اثنين. اقول لكم على حاجه عايزك لازم تروح تسال على اي دواء من دول في السوق هتستغرب جدا. العلبه تروح تقول له هل هات لو سمحت علبه زولميتريبتان او سوماتريبتان فانت متحمس او اخذ العلبه ومروح تفتح تلاقي العلبه فيها شريط واحد والشريط فيه قرصين بس لان انا مدرك اللي انا بكتبه واخترت الكلام ده. عارف لما تبقى دواء بيعمل سيفير فازو كونستريكشن ولاد لو 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 قابلك حد عنده صداع نص والكلام ده العيان بيتضايق جدا ابطنه عايز اي حاجه توقف الصداع فممكن يبالغ في ان هو ياخد قرص واثنين وثلاثه واربعه فاهمني ولا لا؟ فانا عامل ايه؟ اتصرفت؟ دخلت ممتاز ممتاز باقي عايز تسمع بقى خلاص خلاص يبقى اسمع طلعت على كرسي ولا تحت؟ يا ريت نجي الصح ليه؟ ما اخترت طلع طلع ايه سطم علينا؟ يبا